سلم دياتك يا عمو. دياتك يا حبيب قلبي. يا عمو اسمه اخوك خالد رح يلبس، شلون رضاك عليه؟ لك امي قال له شو صدق بالقصر؟ قال له امبارح العصر. ايه ما حق له يبين. يا عمو رح يصل له الشهر عم يشتغل عندك بزريبه، فشلون شايفه؟ شلون بتشوفه لك امي يعني؟ فريد عصره وغوانه ومسكي، لسه بده فد خبز كتير. لكن شلون بدك تأمن فيه بالشغل بروحتك وبجيتك وبغيابك عن الزريبة ابن عمي؟ ولك سعدية أنا كم مرة منبه عليك لا تتدخلي بشي ما بيعنيكي، آه؟ كم مرة؟ عم نسأل ابن عمي شو حرم السؤال؟ هي بدك كلمة على أخوك، ما بعرف ليش تتزاولي منه مع أنه كافيكي خيره وشره. أنا بتزاول منه مرت عمي؟ الله يسامحك. وعم تردي جوابات لأمي؟ قومي ضبي الصفرة، قومي قومي قومي. استغفر الله العلي العظيم.